هذيك صاحبتي كانت بقات قال لك خيابيتي دراكيتي صفاريتي توكسيك بوي فريند وداك الشيء وداك الشيء. ما تصاحبوش مع الناس اللي ماشي من مستواكم. كتبقاي تقولي ليه علاش تبدلتي عليا وعلاش درتي ليا. هاي سلام بناتي، كي دايرين؟ صافا لاباس عليكم؟ جيسبر تكونوا كلكم مزيان وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. اليوم غادي يكون جيرل توك، هاد الفيديو اللي جو مني بزاف 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 من لاشين الاخرى، وانتم كتقولوا لي زعما شي عامين دابا وانتم كتقولوا لي ديري لينا هاد الفيديو. وعمرني ما درتو، ما عرفتش علاش هاد الفيديو بالضبط ديال جيرل توك ما كيكتبش ينصور، وما عرفتش علاش. الفيديو غادي ندير لكم توتوريال ميك اب وغادي ندوي وغادي نتحكوا، وخا صراحه انا ما كنعرفش نركز في جوج حاجات في دقه. غادي نحاول مايكي او ميم طو ندوي معاكم في لي سوجي اللي اختاريتوهم نتوما وكتبتوهم هنايا في هذا الكتاب. كتبت لي سوجي اللي كيتعاودوا بزاف. المهم البنات فاش غادي ندير لكم مكياج كما جا قبلوا عليه، قلت لكم والله ما كنعرف نركز في جوج حاجات بالزربعه. شو اليوم اللي درت لكم جيرل ستايل ودويت معاكم مزيان ودرت المكياج، و انجاز. ندوي على لا كونفيونس اون سوا، لي غولاسيون، لاميتي، غولاسيون توكسيك. وقلنا غادي نبداو بلا كونفيونس اون سوا. اول حاجه نطرا سي حجباني عشان قبل من كل شيء، قبل ما ندير حتى لا كريم ايدغاتون كنت راسي حجبان. كيبقى يجيب لكم الله بحال الناس راه ما عرفتو هما بارفي وانتوما اللي خايبين وانتوما اللي ما زوينينش، نتوما اللي ناقصه فيكم شي حاجه. الوغ كو فاش كتكبروا شويه مع لي زيكسبيريونس غتعرفوا ان كاع الناس فيهم عيوب. اللي ما عندوش عيب في وجهه عنده عيب في شخصيته، اللي ما عندوش عيب في شخصيته عنده عيب في دماغه، فهمتوا؟ ما كاينش شي واحد على وجه الكره الارضيه كامل. خاصك تقبلي بانك انتي بشر. اول حاجه خاص تكون عندكم شخصيه قويه قبل ما يكون عندكم وجه زوين. سجنك الابدي هو افكارك، راه انت كيفاش كتشوف راسك كيفاش كيشوفوك الناس. انت نهار غادي تشوف راسك زوين وغادي تبدا تتعامل على اساس انك زوين، راه الناس غادي تولي تبان ليهم فن ما كاينش بحالك. نهار كتبقى تقول انا خايب وكتولي كتعامل بواحد الحشمه بزاف قدام الناس، ولا كتقول ملي هادو واقيلا كيشوف فيا، كتبدا توتر بينك وبين راسك. هذاك الشيء كتعيشو بينك وبين راسك، هنا كتخلي الناس كيشوفوك في شكل بيزار، ما كيقربوش منك، كيبقاو يقولوا او هذا مالو، فهمتوا؟ ترخاو البنات، كاين شي واحد باغي في هذا العالم، كاين شي واحد مثالي. حنا كلنا زوينات بالعيوب اللي فينا. انت بعض المرات راه كتحبس راسك من بزاف الحوايج بسبب دماغك، بسبب داكشي اللي كيبقى يقول لك راسك على راسك. راسك كيبقى يقول لك لا انا خايبه، انا ما زويناش، انا كاع البنات زوينات وانا لا، انا هادي انا هادي. كاينين وحدين اخرين واكثر منك في العيوب وعايشين الحياه بالطول وبالعرض، ما حارمين راسهم من حتى شي حاجه. يعني الثقه في النفس كتكمل عندك انت وسط دماغك. السر الوحيد اللي هاي انك خصك تجلسي مع راسك وتقولي انا زوينه، انا زوينه، كاين شي واحد بارفي، انا غادي نعيش حياتي، ما غاديش نتسوق للناس يشوفوني كما بغاو يشوفوني. كاين الناس حبيبه غادي يشوفوك زوينه، وكاين الناس غادي يشوفوك خايبه. كاين الناس هذيك الزوينه الفنه اللي كتبان لك انت زوينه كيشوفوها خايبه. الناس اذواق في الحياه. بغيتو تكونوا واثقين في راسكم، عمركم تقارنوا راسكم مع الناس، مع البنات. اون فوا غادي تشوفي واحد البنت غادي تعجبك، غادي تولي تقولي بغيت نكون في حالها، واو هادي. هنا غتكوني طحتي في واحد الفخ كبير، حيت باختصار انت عمرك ما غتكوني ديك البنت، وديك البنت عمرها ما غتكون انت. وكيكونوا بعض المشاكل حتى مثلا في التربيه ديال الوالدين، الصراحه كياثروا بزاف على الثقه في النفس ديال الولد، بحال فاش كيبقاو يقمعوا بزاف، ما كيخليوش ولدهم يعبر. واخا تكوني كبرتي داكشي ديال الطفوله كيبقى مأثر عليك. كانت كتشوف فيني شي مامو دابا ولا شي حاجه عافاك، كيخلي ولدك كبر تايق في راسو، ديما بقاي تقولي ليه لي كومبليمون، تقولي ليه انت زوين انت فن، ديما كبري بيه، كبري بيه قدام خوتو قدام الناس، عطيه واحد لا فالور باش عليها كتبنى الشخصيه ديالو. ما تبقاوش تحتقروا ولادكم ولا تنقصوا منهم ولا تضحكوا عليهم، واخا غير بالضحك. فاش كتايقوا الحاجه راه كتبان عليكم، واخا تكوني ما زويناش تايقي انك زوين، راه الزين كيسر كيطيح عليك. يا ربي تكون فهمتوني. الحاجه الوحيده اللي تقدروا تطبقوها في الثقه في النفس هي تبدلوا راسكم، تبدلوا طريقه التفكير ديالكم، تولوا تايقين في راسكم. بلاص ما تقولي لراسك لا انا راه هذا فيا عيب، وقولي لا هذا فيا شي حاجه زوينه. واخا شنو يكون فكره، واخا تقولي لي لا اختي انا راه خايبه، غنقول لك لا اختي انت راه ما خايباش، راه دماغك كيقول لك خايبه انت. الناس الوحيدين اللي كيبانوا لي خايبين في الحياه هما الناس الخابتين اللي قلبهم خايب، كيكون قلبهم كحل الله يستر، هذوك اللي كيكون فيهم الشر، هذوك هما اللي كيجوني انا ناس خايبين، نقدر نقول عليهم خايبين. دابا اصلا ولاو بزاف الحوايج باش تقدروا تهلاو في راسكم. ما كايناش شي وحده خايبه، كاينه دريه ما مهلياش في راسها. وي اون فوا غادي تبداي تهلاي في راسك، تهلاي في شعرك، تهلاي في وجهك. زائد انه كاين المكياج البنات، الا فك شي حاجه راه غادي تغطيها. ما كايناش شي وحده خايبه، ما تبقاش تعصبانه. وباش تزيدوا الثقه في راسكم، راه
مكتوبه ديال المايند سيت اللي انا نفعوني بزاف 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 في حياتي، وخلوني وليت كنشوف الحياه بواحد النظره اخرى. اصلا في الطبع ديالي ما كنتش لي جونغ اللي كنبقى نتسوق للناس، وزدت كملت فاش قريت الكتوبه. الحياه راه كنعيشوها مره واحده، وخاصنا نعيشوها على قبل راسنا ماشي على قبل الناس. ندوزو ندويو دابا على لاميتي بلاش نشوف شنو هو قلتو لي على الصحاب. دا واحد البنت قالت لي انا عندي 13 عام، عندي صديقه اكثر من اختي، ولكن دابا ولات كتعرف بنات جداد وتقلبات عليا، ولاو كيضحكوا عليا كاملين، كيفاش خاصني نتصرف؟ هي الصداقه واحد الحاجه اللي كتكون الا داروا معك صحاباتك شي حاجه خايبه كتضرك سواء كنتي صغيره سواء كنتي كبيره، فهمتوا؟ حيت صحابك نفس الاحساس انا كيجيني كنكونوا كنحسوا من جد صحابنا سواء صغار سواء كبار، كيبقاو فينا الحال على الصحاب الا ما إذا داروا معنا شي حاجة ولا. أول حاجة غادي ننصحكم بها في كوتي ديال الصحابات هي أنكم خاصكم تصاحبوا أي واحد، حيت ما عندكمش صحاب تدخلوا أي واحد لحياتكم، فهمتوا واش كنقول؟ يعني راه لما تبقاو راسكم ولا تدخلوا شي صحابات ما مزيانينش لحياتكم، حيت الصحاب كيأثروا لكم على حياتكم بزاف، خصوصا فاش كتكونوا باقيين صغار في الاج ديال 13 عام و14 عام و15 عام. ما تصاحبوش مع الناس اللي ماشي من مستواكم. اش كنقول ماشي من مستواكم؟ كنقصد مستواكم الفكري، مستواكم اللي عندكم في دماغكم، ماشي مستوى مادي نهائيا، كندوي على مستوى ديال هاد الدماغ. مثلا دابا نتيا واحد الانسانه وحيده ما عندكش صحابات، شنو غتبان لك شي صاحبتك ما لايقاش لك؟ ماشي من النيفو ديالك في دماغك، ماشي من النيفو ديالك، كتفكر بواحد الطريقه ماشي في حالك، ما عندك حتى شي هدف في الحياه، ما كتقرا مزيان، ما كدير حتى حاجه مفيده، عطيها شي حوايج ما خاصكش انت ديريهم، ولكن غادي تقولي صافي انا ما عنديش صحابات غادي نصاحب هذه الانسانه، صافي هي اللي كاينه، غادي تولي صاحبتي، غادي تولي اختي، انت معاشره معاها وتخرجي معاها، دوك العادات ديالها غيوليو عادات ديالك حتى انت، غادي تعاديك بهم، حيت حنايا البشر داير بحال هكا، غاتولي كتفكري بحالها، تقدر تولي تلبسي بحالها، وحتى اللي كانت عندك مثلا شي صاحبتك عزيزه عليك ومن داك النوع ديال البنات ولا شي حاجه، حاولي ماشي انت تاثري بها، حاولي تخليها هي تاثر بك، ماشي انت تهبطي عندها خليها هي تطلع عندك. المهم انا كندوي لكم على هذا النوع ديال الصحابات. راه كاينين شي بنات هما ديال الخيانه ديال الصحابات، وكتعرف صاحبتها سيمانه كتعاود لها حياتها كامله، وكتبدا تقول هذه هي صاحبتي المفضله سيمانه سيمانه، علاش؟ حيت ديك صاحبتها الاخرى لقاتها زعما كتضحك معاها وجونتي وكلشي. صحاباتكم واخا ما عرفتش شكون مدوزين معاهم، ديما خاص يبقى بيناتكم الاحترام، الاحترام في الصحبه شي حاجه مهمه، واخا كتكونوا كتضحكوا مع بعضياتكم، حنا عارفين الصحابات كتضحكوا مع بعضياتكم بكلشي وهادي وهادي، ولكن اي انسان يكون عنده واحد الحدود، اوفوا صحابكم يبداو يتخطاو معكم هذوك الحدود، صافي هنا خصكم خواغوج، حيت اللي ما كيحترمش حدودك يعني كيقلل من قيمتك. دوك لي جونغ عاوتاني ديال الصحابات اللي كيكون فيهم الاحتقار، تبقى تضحك عليك قدام الناس، هذا الشيء قريته بزاف في الكومونتير ديالكم، شي وحده تبقى تضحك عليك ولا تبقى تطلع عليك قدام بنادم بحال انت شي جرتومه ديالها، هذه بعدا كي خاصك تبعي فاس بان تبلوكي اختي. تبدا تجبد لك العيوب اللي فيك حدا الناس وتبدا تضحك عليك بهم، هذيك ماشي صاحبتك، هذيك صاحبتك كتبقى تقول لك خيابيتي زراقيتي سفاريتي كتبني مريضه، هذه ما كتكونش صاحبتك، هذه غير كتكون ضرتك. صاحبتك هي اللي تكبر بك قدام الناس، هي اللي تخليك تبغي راسك، هي اللي تقول لك انت فنه صاحبتي انت زوينه، صاحبتك هي اللي تحسي معاها بواحد الطاقه زوينه طاقه ايجابيه، ماشي هي تلاقاي معاها مثلا وتخرجوا ومن مورا الخرجه كتحسي بواحد الانرجي نيجاتيف في قلبك، سواء كتبقى تلوح لك الهضره سواء كتحسي بها من المهم. شوفوا حنا الانسان راه كنحسوا ببنادم اللي كيبغينا بصح واللي ما كيبغيناش، سواء كتبقى دير شي تصرفات ماشي هما هذوك، هذيك صاحبتك اللي تسالي معاها اللقاء ديالكم وتحسي بطاقه سلبيه ما عندك ما ديري بها، صاحبتك هي متسخيش بها، متسخيش بها صاحبتك هي اللي تكون معاك ومتسخيش بها تمشي، متسخيش تفارقي عليها. كنت صاحبتك هي اللي تحف شي موقف نيت وتلقاها حداك في جنبك، ماشي صاحبتك غير في الضحك وتفليا. دوك الناس بالخايب هي تنوض تدوي عليك بالمزيان. واحد النصيحه مهمه نقولها لكم، ديما توقعوا كلشي من كلشي، عمركم ما تقولوا هذه صاحبتي مستحيل دير لي شي حاجه، حيت حنا في الاخر كنبقاو غير بشر، وضروري بنادم شي وقيته يقدر يتبدل، يقدر يخرج منه شي فعيل ما زوينينش، يقدر يدير لكم شي حاجه ما تعجبكمش. يعني ديما ديما خليكم متوقعين كلشي من كلشي، وردوا بالكم على واحد الحاجه اللي هي ريد فلاكس البنات، هذاك الشيء اللي كيبان لكم في بنادم من الاول وكتبقاو تدوزوا، هذوك العيوب اللي كيبانوا لكم في بنادم من الاول ديال الغلاصون ديالكم وكتبقاو تسمحوا ودوزو دوزو دوزو زوينه. ديما عمركم عمركم واخا ما عرفتش شنو يدير لكم داك الانسان، عمركم تفكروا في الانتقام
ولا تفكروا انكم تاديو. هذه اكثر حاجه كنصحكم بها. عمركم البنات ما تاديو شي وحده حيت اذاتكم. شي اوفا كتكون نيتك زوينه وبعدا ما كيصدقش صافي ما كيبقاش فواحد الحال كتقولي هو اللي خسرني. حاجه ما عرفتش علاش تخسر ليا جو سامي باركوا. قلت لكم ما كنعرفش ندير جوج حاجات في الدقه. انا باغي التليفون دو تام بزاف البنات. غادي ندويو على لي غولاسيون توكسيك بوي فريند وديك الشيء وديك الشيء. انا عا كنخربق حيت انا كنهضر معاكم وما ركزتش وين درت الروينه في وجهي. ندوزو الموضوع ديال لي غولاسيون. ندويو على غولاسيون من 18 عام للفوق. غولاسيون من 18 عام للفوق الله يخليك. ماشي البنات ما كنعطيكمش قيمه ولا كنقول لكم انتم لا شيء زعما البنات اللي في هاد لاج، ولكن راه فغيمون تخربق. راه فاش غادي تزيدوا شويه والله واخا ما عرفتش كيفاش تكوني دابا كتفكري وكتقولي لا انا كنبغي الوان وداكشي كتزيدوا شويه نظرتكم كتبدل الحياه كومبليتوم. كتبقاو تفكروا كما كتفكروا دابا. فاش كيكون بوي فريند ديالك توكسيك كيفاش خاصك تعاملي مع السيتويشن؟ فاش كيكون عندك بوي فريند نارسيستيك مرضك اختي في حياتك فاقصك. الا بغيتو زعما كنتبقاو غاديين مزيان فشي غلاصه كون دابا كيبان لك نارسيست مريض ماشي مريض مقعد ماشي مقعد. واحد المبدا خاصك تمشي بيه في علاقتك مع شريك الحياه. واحد المبدا خاصك تمشي بيه هو انك ما تنيش من عنده داك الحب الاعظم، فهمتي؟ داك الاموغ الكبير يكون هو اكبر اموغ في حياتك. ما عرفتش كيفاش نشرح لكم ولكن هي راه صعيبه باش تطبقوا هذه القضيه حيت صافي فاش كتبغيو كتبغيو شي واحد كتوليو كتبغيو ديما داك الحب القوي في حياتكم. خذوه من عائلتكم، خذوه عند خوتكم والديكم. ما تسناوش زعما من داك البارتنير ديالكم. واش بحال هكا كتبقاو غاديين بواحد التوازن في الحياه سينو إل تسنيتو لامو كلو من عندو. هو واحد النهار داك البارتنير ديالكم كان كاعي مراشقاش ليه، نتوما ديما تكونو كتحسو براسكم عايشين لامو وداك الشي والحب، ونهار هو غيكون كاعي مغاديش يعطيكم داك الحب، غادي تحسو براسكم بحالك تهبطو للأرض بحالا نتوما معندكم تا شي قيمة. متخلوش زعما كلك نتي الكيان ديالك يكون في إيد واحد الإنسان، فهمتو شنو بغيت نقول؟ كيبغيك مرحبا، نهار طالع لي الدم مقالشلك هدرة زوينة عادي دايزة، فهمتو؟ بحال هكا باش ما كتوليوش حتى نتوما توكسيك. حيت بعض المرات البنات حنا كنوليو توكسيك مع الدراري. باش نكون معكم صريحه ماشي ديما هما اللي توكسيك معاهم. الا كان البنات توكسيك ما كيحترمكش ما كيعاملكش زوين كينقص منك، فهنا ما عندك حتى شي حل اخر من غير انك تفارقي معاه. حيت بحال لا جونغ ديال الدراري كاع ما كيتصلح. اصلا ما مربيش على انه كيحترم البنت ولا كيقدرها. تلقيتي ما عطيكش حقك ما عطيكش قيمتك وكينقص منك بزاف ومهبط بك الارض. هنا خاصك تقبلي ديك الفكره ديال انك غادي تفارقي مع هذا الانسان ما صالحش ليك ما صالحش ليك. خاصك تفارقي معاه الفو، عرفتي علاش؟ على قبل راسك. حيت نهار تفارقي معاه وتلاقاي مع اللي غيعاملك احسن منه وتقولي وي عليه كنضيع الوقت مع داك الخانز. وانا شو الناس اللي كيعرفوا يتعاملوا معايا وكيعرفوا يقدروني وكيعرفوا قيمتي. هذاك البيرفيرنسيست اللي كنتم عارفينه زعما كاين شنو هو داك النوع ديال الدراري اللي في الاول كيعطيك الحب والاهتمام ويسول في كل ساعة كل دقيقة. حاول يبين لك بأنه مسكين راه كيتسطع عليك. إنسوا كتشدي معاه السطرة أختي كيطلع لك فوق راسك وكيولي كيعامل واحد المعاملة خايبة وتوكسيك. وهنايا كتبقي أنت كتقلبي على داك الإنسان الأول اللي عرفتي النهار الأول كتقولي فين هو فين هو. ورا داك الإنسان مكاينش مكاينش، راه غير كان كيمثل عليك. هذا هو البيرفير نارسيستيك. غير كان ولد الحرام باغي يطيحك في الشبكه. نهار طحتي ليه في الشبكه بين لك شخصيته الحقيقيه وخرج من داك الغلاف ديالو، فهمتو؟ ديما كتبقاي كتعطي امل ديك الغلاسيون كتقولي لا وراه كان بحال هكا في الاول غيتبدل وقيلا غير عنده مشاكل وقيلا غير ستريس وقيلا وقيلا. هو حبيبي لا، هو اصلا ديك الشخصيه الاولى ما كايناش. الشخصيه الاولى عشان دابا الا بغيتي تلقايها فين تلقايها؟ تلقايها مخدمه مع شي وحده جديده. تلقاي مع شي وحده جديده كيدير لها هاد الخدعه تاع هي مسكينه. اما انت ما بقيتيش غادي تشوفيها ما تحلميش بها. عرفتوا المتعه ديالو هو واش كيشوفك انتيا؟ هذيك السيتوياسيون ديال البكا كتبقاي تقولي ليه علاش تبدلتي عليا وعلاش درتي ليا. استمتع البيرفير نارسيستيك كيستمتع بالحياه كيولي يقول هنا انا الراجل انا كتبكي عليا. ايه 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 البنات زعما الا قدرتو تهربو من شي غلاسيون فحال هكا هربو. ما تبقاوش واحلين
كتضيعوا في حياتكم مع شي ناس ما كيستاهلوكمش. اختي انت راه تقدري، راه كما كاين هذاك البيرفير نفس تكون الحرام، راه كاين دري مسكين ضريف، تقدري تجرحي شويه ولكن ماشي تجرحي بزاف وخلي لك شي عقده من الدراري ما تبقايش حاملاهم ولا شي حاجه وتحقدي عليهم بسبب واحد ما كيسواش. لما تفارقوا تبكيو ولا تبقاو تبكيو حياتكم كلها، نتوما مع داك الانسان وما فرحانينش، نتوما معاه وكتبكيو. لا ما تفارقي معاه وبكي بكي اختي، بكي واحد الشهر كاع وغادي تنوضي صحه سلام وتهلي في راسك غادي تنوضي بخير. فوالا البنات، كيكون هذا هو الميكاب ديالي ديال اليوم اللي الصراحه مركزتش فيه مزيان وما جانيش نهائيا هو هذاك مكياج مخربق. حيم جيسبيغ يكون عجبكم هذا الفيديو، قلت لكم بزاف الحوايج وما قلتش لكم بزاف الحوايج اخرين اللي كنت باغا نقولها لكم، ولكن صراحه الوقت ما كافيش باش نبقى كل موضوع نتعمق فيه بزاف بزاف. جيسبيغ تستافدوا. حاجه نقولها لكم هي تهلاو في راسكم، بغيو راسكم، عطاو القيمه لراسكم. الا ما عطيتوهاش راسكم ما عطاوهاش لكم الناس. الا بغيتي الناس يديروا لك القيمه خصك انت ديرها لراسك، وانت تبغي راسك تحترم راسك، دير تحط واحد لي ليميت لراسك باش الناس بحال هكا حتى هما كيوليو يحترموك كيعطيك واحد القيمه. خصك تكون عندك شخصيه، ما ترضاش باي حاجه، ما تعاشرش اي واحد، ما ديرش شي حاجه كونتر لي برينسيپ ديالك وصافي. نتلاقاو فيديو الجاي اللي غادي يكون فلوغ ولا شي حاجه مهم، وخليو لي بزاف ديال لي كومونتير في حد ديما. انا راه كنموت عليكم وكنحمق عليكم والله، حتى كنحس بكم صحاباتي، كنلاحظ من الحب اللي كتشوفوا في الزنقه في اي بلاصه كنكون فيها والله، الا كيفاش كتجيو تسلموا عليا وداك الشيء كنحس بزاف ديال العمر. تهلاو في راسكم، باي باي.